كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. إن شاء الله تكون دورة ناجحة، إن شاء الله يا ربي ما يصير حتى شيء من أنتم. كما تعرفوا معناتها عاشت البلاد حادثة إرهابية أليمة ليمات الأخرى، إن شاء الله يكون ديما نوصلوا معناتها الميساج اللي نحبوا نعديوه على المستوى معناتها العالم الكل يشوف اللي راهو الشعب التونسي يحب الحياة ويحب السينما، ورانا باش نقعدوا نتصداو لهالهجمات هذيا الإرهابية بال معناتها السلاح نتاعنا. نحن ما عندناش لا كرتوش لا شيء، عندنا ثقافة وعنا فن وعنا إدوكاسيون وعنا شباب معناتها إن شاء الله باش هو اللي باش يطير بالبلاد. أحلى من الزين هذا ما فماش. أنا يعني كيما قلت توا قلت لهم المهرجان الإيماج دو دورا بوشوشة، دورا بوشوشة اللي كلاس اللي غافيني، عملت حاجة كلاس وغافيني، دي فيلم جدد بلاش غراتوي للعباد باش يتفرجوا عليهم، نسمة وشط وجو، ما فماش أكثر من هكا، معناتها توصل العباد الثقافة والإبداع ونوفوتي ليديهم بلاش في بلاصة أغريابل، سي سوبر. بادرة حلوة ياسر معناتها الجو نتاع صيف، سي أون بون إيدي معناتها جواندر لي بروجيكسيون دو فيلم اللي باش يصيروا أترافير بريسك توت لا ريبوبليك. Avec cette ambiance agréable, enfin, حاجة حلوة ياسر. هذه la deuxième session نتاع منارات. Voilà, c'est le démarrage aujourd'hui. الفكرة هي اللي باهية معناتها، سي اوريجينال، دونك الفكرة هي تخلي المهرجان واحد يبرز. هذه اللي ليسون ثانية وشفتها ليسون ثانية كيفاش خير برشا، وديجا المهرجان تعرف على خاطر اليدي هي اللي سامباتيك، انه سينما تمشي للعباد تمشي للشواطئ، خرجوها من الكادر نتاعها تاع تمشي سال دو سينما وتقص تيكي وكل. احنا في المهرجان هذا بالعكس، هما خرجوا للشارع هايزون انستالي حاجات على البحر ويجوا يتفرجوا بركة، دونك صافي بليزير، كاليتي باهية وسون باهي، وراك تشوف محلاه الجو العباد دي كونتراكتي وكل، ماكش تحس ياسر فورمال. فكرة جميلة جدا، وفكرة اللي تخلي انه السينما يبحث هو عن المتفرج، مش يخلي المتفرج يبحث عنه، يعني لانه على الشواطئ بطبيعة الحال فما ناس موجودة، فما ناس بطبيعتها موجودة، فما ناس باش تجي خصيصا للمهرجان هذا. واعتقد انه كفكرة وككونسيبت ما فهمش ما احلى منه، نظرا لانه هل الشيء هذا احنا مفتقدينه ما عندناش.